السلام عليكم. هيباتايتس ماركرز موضوع يعني صعب شوية لكن طبعا مهم جدا. تعال نتكلم على الأول هيباتايتس بي سيرولوجي، بحيث إن الموضوع دوت هو اللي فيه الكلام الأكتر وهو اللي احنا هنحتاج نشرح فيه شوية أكتر. الأول عشان نفهم هنحتاج ندرس الستراكشر بتاع فيروس بي. الستراكشر بتاع فيروس بي زي ما انت شايف كده من جوه خالص عندنا الدي ان ايه بتاعه اهو كده اهوت. الدي ان ايه ده متحوط بكفر كده كويس اسمه كور. الكور ده هو نفسه متحوط بكفر تاني اهو من بره اسمه انفلوب، والانفلوب ده عليه من بره خالص شوية بروتينز هنسميهم سيرفس بروتين. يبقى دي ان ايه كور انفلوب سيرفس بروتينز. نيجي نبص هنا، ده الدي ان ايه اهو مهم خالص، الازرق ده كور ثم ده انفلوب واللونه اورنج ده سيرفس بروتينز. هنستخدم بقى الاربعه. الاول هتكلم على الثلاثه، سيرفس بروتين، هنتكلم على انفلوب، هنتكلم على الكور. الدي ان ايه ده هنخليه في الاخر خالص. هستخدم بقى دول كانتيجنز، كانتيجنز هيطلع ضدهم انتي بوديز في ان انا اشخص او اطلع بنتائج عاليه جدا. زي ما حضرتك شايف كده في كتابك هتلاقي سيرفيس انتيجن سيرفيس انتي بودي، كور انتيجن كور انتي بودي، ايه انتيجن ايه انتي بودي، ثم في الاخر دور على الدي ان ايه، ويمكن ده التست الاهم. تعال نبص بقى كده عشان نفهم واحدة واحدة، نرسم حاجة صغيرة ونعرف ازاي نستخدم الهيباتيتس بي ماركرز. هنتكلم على عيان اكوايرد هيباتيتس بي لأول مرة في حياته دلوقتي. يول أول ما يظهر في دمه يظهر الهيباتيتس بي سيرفيس انتر، دي أول حاجة تظهر أهي. هتبدأ تظهر إمتى؟ بعد تقريبا 6 أسابيع، ويفضل موجود في الدم ثم العيان ده هيخف يبدأ ينزل تاني ويختفي. يختفي بعد قد ايه؟ تقريبا 3 شهور. بعد كده يظهر لنا الانتي بودي اللي بيطلع ضده اللي اسمه هيباتيتس بي سيرفيس انتي بودي. هذا الهيباتيتس بي سيرفيس انتي بودي هيظهر بعد تقريبا 3 شهور يمكن اكتر سنة، ويفضل في الدم فور ايفر. طيب لو كنا على قد كده كان يبقى الموضوع سهل. هيباتيتس بي سيرفيس انتيجن موجود يبقى دي اكيوت انفيكشن، هيباتيتس بي سيرفيس انتيجن نزل وهيباتيتس بي سيرفيس انتي بودي ظهر يبقى ده ريكفري اهو، يبقى ده العيان خف وكمان بقى اميون، بقى عنده مناعه، مش هينفع يتعدي تاني لانه بقى عنده انتي بوديز متكونه ضد سيرفيس انتيجن، فبالتالي فيروس بي مش هيدخل. لو على قد الكلام ده كان اوكي ما يبقاش في مشكله، لكن الحقيقه ان احنا عندنا مشكلتين. المشكلتين دول عباره عن ايه؟ زي ما انت عارف، المشكله الاولى ان احنا عندنا جزء هنا كده هيبقى اسمه ويندو فيس. الويندو فيس ده عباره عن ايه؟ عباره عن الفتره ما بين ان هيباتيتس بي سيرفيس انتيجن يبدا يختفي وهيباتيتس بي سيرفيس انتي بودي يبدا يظهر. في بعض الناس ممكن تكون الفتره دي هي كده فعلا الليفل بتاع هيباتيتس بي سيرفيس انتيجن اقل من ان هو يبقى ديتكتد، ولسه السيرفيس انتي بودي ما ظهرش عشان يبقى ديتكتد فمش هلاقي. فكنت محتاج ان انا الاقي ماركر تاني يظهر في الفتره دي اللي اسمها ويندو او ويندو فيس. الحاجه الثانيه والمهمه جدا والاهم من موضوع الويندو فيس ده، لو العيان ده ما خفش، لو العيان ده تحول معانا الى كرونيك هيباتيتس، ايه اللي هيحصل؟ السيرفيس انتيجن هيفضل ومش هيطلع السيرفيس انتي بودي. طيب فبالتالي فرضيه او احتماليه ان انا لما الاقي السيرفيس انتيجن موجود يبقى ده اكيوت انفكشن هتنتهي، لان ممكن الاقي السيرفيس انتيجن موجود فعلا في الفتره دي بتاع الاكيوت انفكشن، كون ان احنا ما بين 6 اسابيع و3 شهور، او الاقي السيرفيس انتيجن بقاله سنين وانا مش عارف، كون العيان ده دخل في الكرونوستي او في كارير ستيت. فبالتالي احتجت ماركرز ثانيه. الماركر الثاني اللي هبدا اشتغل عليه هو الكور انتي بودي. ليه؟ كلنا عرفنا ان الكور انتيجن ما بيظهرش في الدم، ده بس جاست موجود في الليفر بايبس. استخدم الكور انتي بودي، والكور انتي بودي كاتب كده او هيباتيتس بي
كور اهو انتي بوديز. اوكي النوعين اي جي ام اي جي جي، بحيث ان الاي جي ام بتاع الريسنت انفكشن والاي جي جي بتاع الاولد انفكشن. لو كنت حابب الدقه نقول ان الاي جي ام ده بتاع الاكتيف انفكشن، فبقيت اقول والله السيرفيس انتيجين بوزيتيف وهيباتيتس بي كور انتي بودي اي جي ام بوزيتيف، يبقى احنا كده بنتكلم في ريسنت انفكشن. في حين ان لو الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين بوزيتيف والهيباتيتس بي كور انتي بودي اي جي جي هو البوزيتيف، يبقى احنا في كرونيك او كارير ستيت. حاجه الثانيه، لو انت في الويندو فيز مفيش سيرفيس انتيجين مفيش سيرفيس انتي بودي، اللي هيبقى بوزيتيف عندك هو مين بقى؟ هو الاي جي ام. واضح جدا انه مهم جدا. طيب خلاص انا كده سيرفيس انتيجين سيرفيس انتي بودي كور انتي بودي اي جي ام واي جي جي، اقدر احدد بالظبط الحاله اكيوت انفكشن، الحاله ريكفري ولا اميون، الحاله اولد انفكشن، او الحاله في الويندو فيز. لحد كده كويس جدا. ايه بقى احتياجي للماركر التالت؟ الماركر التالت اللي هو اسمه هيباتيتس بي اي انتيجين، هيباتيتس بي او كده اي انتيجين. الاستخدام التقليدي لهيباتيتس بي اي انتيجين اللي انت عارفه من ايام سنه ثالثه ان الهيباتيتس بي اي انتيجين لو موجود بيقول هاي انفكتيفيتي انفكتيفيتي اند هاي فايرال ريبليكيشن، وانه شبه هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين. شبهه في ايه؟ ان هو كمان هيباتيتس بي اي انتيجين يظهر في الدم ويفضل موجود ثم يقل، دلالة على ان الانفكتيفيتي قلت والفايرال ريبليكيشن قل، ويبدا يظهر الهيباتيتس بي اي انتي بودي اللي لما هلقاه يبقى كده لو فايرال ريبليكيشن اند لو انفكتيفيتي. بين ده وبين بعض هنعرف ان الهيباتيتس بي اي انتيجين في الكرونيك انفكشن في مصر وفي العالم كله مهم جدا جدا جدا. هنشوف ازاي. يبقى دلوقتي الماركرز بتاعت هيباتيتس بي لو رجعنا نبص تاني اهو كده للي مكتوب في كتابنا. اوكي تعال نبص يلا بينا. ان الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين يبدا يظهر بعد تقريبا 6 اسابيع من الانفكشن ويختفي في حوالي 3 شهور، ولو فضل يبقى العيان ده تحول الى كارير او كرونيك ستيت. مفهوم. هيباتيتس بي سيرفيس انتي بودي اللي هيظهر بعده هيظهر بعد حوالي 3 شهور، ويبقى لو موجود معنى كده ان العيان ده بقى اميون او ريكفرد ان اكيوت اتاك. اوكي كويس خالص. كور انتيجين اللي بلاقوش خالص ده موجود بس في الليفر بايوبسي، انتي بودي اي جي ام بلاش دي خالص كرونيك وخليل بس على اكتيف هيباتيتس او ريسنت انفكشن، هيباتيتس بي كور انتي بودي اي جي جي اللي بيقول ان دي اولد انفكشن او تحول الى كاريوستيك، اي انتيجين اللي موجود يبقى فيه هاي انفكتيفيتي اند اكتيف فايرال ريبليكيشن، اي انتي بودي يبقى لو انفكتيفيتي. الادق والموست اكوريت ميثود عشان نشخص هيباتيتس بي فيروس از هيباتيتس بي فيروس دي ان اي باي بي سي ار. اوكي عشان نخلص بقى موضوع هيباتيتس بي ده خالص تعال نبص كده على جدول ظريف ونتكلم فيه. اهو جدول ظريف خالص. لو عيان الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين بتاعه بوزيتيف، اوكي اهو السيرفيس انتيجين بتاعه بوزيتيف وما طلعش السيرفيس انتي بودي، اوكي احنا كده في احتمالين، ايذر ان احنا في اكوت انفكشن او ان السيرفيس انتيجين ده مكمل واحنا اولد انفكشن وده اصبح كرونيك او كارير. ساعتها هبص على ايه؟ اروح باصص على طول الهيباتيتس بي انتي بودي كور انتي بودي، الانتي هيباتيتس بي كور انتي بودي تظهر انها اي جي ام، يبقى احنا بنتكلم على طول ان ده اكيوت هيباتيتس بي. هيباتيتس بي اي انتيجين او اي انتي بودي يقول لي انفكتيفيتي وهاير ريبليكيشن ولا لا، في حين ان لما كان هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين بوزيتيف وبصيت على هيباتيتس بي كور انتي بودي الاي تو اي جي جي زي هنا وزي هنا، يبقى احنا بنتكلم في كرونيك هيباتيتس بي.
حالة خاصة من الأكيوت هيباتيتس بي هي الويندو فيز، الويندو فيز اللي ما فيش سيرفس أنتيجين، ما فيش سيرفس أنتي بودي، بس اللي ظاهر عندي هو بس الكور أنتي بودي أي جي إم. في هذه المرحلة كومنلي إن الهيباتيتس إي أنتيجين يختفي ويبدأ يظهر الأنتي هيباتيتس بي إي أنتيجين أنتي بودز. المرحلة اللي بعد كده واحد ما لقيتش عنده سيرفس أنتيجين، لقيت سيرفس أنتي بودي ولقيت الكور انتي بودي ار جي جي، واضح خالص ريكفري او اميون، ريكفري او اميون، واضح خالص ان وجود السيرفس انتي بودي ايذر ريكفري او اميونايزيشن فيري امبورتنت. الفرق ده من ده ايه بس اخر نقطه، هو وجود هيباتيتس بي اي انتيجين اللي بيقول ان دي هتبقى هاي انفكتيفيتي، او وجود الاي انتي بودي واختفاء الانتيجين اللي هيقول ان ده لو انفكتيفيتي. وهنا بقى يجي يعني وقت النقطة اللي أنا بقول لك عليها، عيانين الكرونيك هيباتيتس بي مهم جدا 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 الهيباتيتس بي اي انتيجين، لأن احنا زي ما شفنا ودرسنا في الكورس مع بعض ان ده بيتوقف عليه العلاج. هيباتيتس بي اي انتيجين نيجاتيف ده بنسميه وايلد سترين، وايلد سترين، ودي السترين اللي موجودة عندنا في مصر، ودي سترين بتتعالج على بي سي ار لحد اكتر من 2000، في حين ان الهيباتيتس بي اي انتيجين بتاعه بوزيتيف بنعالج من بي سي ار اكتر من 20000. واضح طبعا ان الوايلد سترين اللي الهيباتيتس بي اي انتيجين بتاعها نيجاتيف بتتعالج على بي سي ار اقل بكتير من البوزيتيف، لانها اكثر شراسه وبتقدر تأثر وتعمل ليفر دامج ايفن بأرقام قليلة. ياريت نصلح الكونسبتس ونفهم دي كويس جدا جدا ونعرفها، اوكي؟ يعني هنيجي فيها قدام كمان لما نتعامل على علاج كرونيك هيباتيتس. بس كده دي بقى الأصعب أو الجزء اللي كان صعب شوية في الهيباتيتس ماركوس. تعال نبص بقى على الباقي، تعال نبص على الهيباتيتس A واخوه E. الاثنين اعمل انتي هيباتيتس اي فيروس انتي بودي او انتي هيباتيتس فيروس اي انتي بودز، والاي جي ام اكيوت انفكشن والاي جي جي اولد انفكشن، اكيوت اولد واكيوت واولد وخلاص على كده. اخوهم الثالث هيباتيتس دي فيروس، نفس الكلام اي جي جي ام واي جي جي، ولكن تضاف اضافه ان هطلب الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، لان انا عارف ان الهيباتيتس دي فيروس ده is an incomplete virus، incomplete virus، وانه بيحتاج وجود السيرفيس انتيجين بتاع الهيباتيتس بي عشان يقدر يدخل الخليه ويسبب باثولوجي، ويسبب باثولوجي، فبالتالي لازم هيكون هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين بوزيتيف. واتفقنا ان العلاقه ما بين الاثنين هيباتيتس بي وهيباتيتس دي ايذر ان الاثنين يخشوا مع بعض ونسميها co-infection، او دي يخش on top of presence of hepatitis B ونسميها super infection. وعرفنا ان chronic co-infection sorry اخطر بكتير. hepatitis C وهو في كلمتين بس، ان hepatitis C virus antibodies بتبدأ تظهر متأخر شوية، بعد فترة من 3 لـ 6 شهور after infection. فدي اول نقطة، انك لو عيان acute hepatitis وانت شاكك ان ده acute hepatitis C مش هينفع نطلب له الانتيبوديز خالص، لان الانتيبوديز بتبدا تظهر متاخر. امال هطلب ايه؟ هطلب بي سي ار، لان البي سي ار ده هو اللي بيبدا يظهر بدري، يبدا يظهر بعد اسبوعين. كنا اتكلمنا في الكورس وقلنا هنفكر فيها كان في واحد في المستشفى جالك قالك انا اتشكيت بابره من مريض معروف ان هو هيباتيتس سي، ابدأ اعمل تحليل ايه وامتى؟ بي سي ار بعد اسبوعين، انتي بوديز بعد 3 لـ 6 شهور لما تبدأ تظهر. نقطة تانية في الكرونيك بقى بالمرة هيباتيتس سي، لما نلاقي العيان اتش سي في انتي بوديز بوزيتيف مش معنى كده انه 100% عنده هيباتيتس سي. ليه؟ لان احنا نعرف كويس قوي ان في 15% من الحالات هيقدروا يكلير الانفكشن، فبالتالي تفضل الانتي بوديز بوزيتيف لكن البي سي ار بتاعهم يبقى نيجاتيف وهو
ما عندوش الفيروس. كده يا رب نكون يعني عدينا عليهم بسرعة وشرحناهم. طبعا مهم جدا هيباتيتس بي هو اللي فيه شوية كلام. الهيباتيتس ماركرز مهمة للنظري للشفوي وللكلينيكال باثولوجي. شكرا.